الثانية أول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث القضاء صلى الله عليه وسلم كان رجلا قويا إلى آخر الكلام. أقول يا أخي هناك فرق بين النسب والحسب وبين الشر. فالحسب ما يعود الإنسان من مفاخر آبائه، هذا الحسب. وقيل حسب من دينه وقيل من ماله، وسيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه أحمد وسالم وصححه ابن حبان والحاكم، إن أحساب أهل الدنيا الذي يدعون إليه المال. في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وصححه الذهبي الحسن المال والكرم يقول. وقال ابن السكين الحسن والكرم يكونان بدون الآباء، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء، والشرف والعلو والمكان العالي. ثانيا ما جاء في قولك من أوسطه نسبا، فهنا أنت لما تقول لم يكن أعلى من أول من أوسطه، أقول يا أخي هذا مغاير لمعنى الوسط في اللغة العربية وفي اصطلاح الشرف. المولى جل شانه لما قال في الآية الكريمة عن وصف الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في عدد من المواضع من كتاب التفسير الوسط العدل. وقال تعالى مبينا هذا الموضوع في وصف هذه الأمة: كنتم خير أمة. وقول الأمة وسط فهي خير، مو خير في بلادها فقط، هي خير الامم كلها. ولقط الخيار والاجر كما يقال قريش اوسط العرب نسبا ودارا، اي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، اي اشرفه نسبا. هذا كلام ابن كثير في تفسيره في تعليقه على هذه الايه الكريمه. والوسط هو التوسط بين الطرفين في توسطهم في الدين، فلا هم يغالون غلو النصارى ولا هم اهل التقصير كاليهود، ولكنهم اهل التوسط والاعتدال كما ذكر ذلك الامام الطبري رحمه الله تعالى. ولو نظرنا الى كلام الحافظ السعيدي في شرحه لهذه العباره لوجدناه ذهب مثلا تبعا. ولهذا المولى جل شانه قال: هو اجتدى ومن يجتبي الله سبحانه وتعالى؟ هل يجتبي المتكلمين؟ هل يجتبي الخير والاخير؟ لا شك. ولهذا تعددت روايات قوله صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذه الامه: انكم تتمون 70 امه انتم خيرها واكرمها على الناس. لهذا جعلهم الله تعالى وسطا لهذه الامم بين الامم وهي الشاهده. ومن اوسطهم نسبا يعني اشرفهم نسبا كما سياتي الحديث. ثم دعوا انه عليه الصلاه والسلام لم يكن اعظمهم نسبا ولا اشرفهم حسبا عن نسبه لما يقول عليه الصلاة والسلام: فأنا خيرهم نبا وخيرهم نفسا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، كما هو لفظ الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأنا سيد ولد آدم. وقوله عليه الصلاة والسلام: فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا، كما في حديث الواثق وغيره. بل أكثر من هذا، بل
بالمطل واحد يعني الحلال بس يوم حليب واجب لا أنا ذكرت لك الحليب الأول أنا سيد ولدي آدم هذا حليب أبي أول أنا صحيح آدم في صحيح مسلم حديث اسمه ايش؟ اسمه حديث فانا خيره بيتا هذا حديث وافده اسمه الثلاثه اللي تقدمت بها حديث المطلق حديث العباس وحديث عبد المطلق بل اكثر من هذا اكثر من هذا بكثير وارجو ان تنتبهوا الى هذه الروايه وهي حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام احمد وابن حبان والله عوانه في مستخرجه وابن خزيمه في صحيحه وابن ابي عاصم وابو يعلى والبزار والمروزي والدولابي كلهم برجال ثقات قال عليه الصلاه والسلام اي رب خلقتني سيدا ولدي ادم ولا فقد قال اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى بعد كتب الحديث هذا من بشر الحديث حديث طويل قال تقرا الام جزءا من فوق قال ربي خلقتني سيدا ولد ادم ولا فخر اما قولك نفس الفقره لانه كان يتيما فقل هذا بشر الله تعالى لان هذا وصفه عليه الصلاه والسلام من جمله اوصافه في الكتب السماويه السابقه لأنه لو كان أبوه على قيد الحياة لأنكر اليهود والنصارى وكل من عنده اطلاع على الكتب القديمة أن يكون هذا النبي. حديث بحيرة في قصة جماعة أبي طالب التي رواه ابن أبي شيبة. لا تسمع التي رواه ابن أبي شيبة وهي لا توجد فيها الزيادات التي ذكرها الإمام الترمذي والحاكم. لا توجد فيها الزيادات التي ذكرها الإمام الترمذي واستنحاها واستنكرها الحافظ الذهبي ولذلك ايش؟ قال الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية السليمة في تلك المتقدة على سيد رب العالمين ايش؟ سأل أبا طالب من أبوه؟ قال أنا من والده؟ قال أنا قال ما كان لهذا الغلام أن يكون أبوه حكيم فهذا من العلامات الموجودة بالنسبة لنا هذا من علامات ايش؟ ابصاقه في الكتب السماويه السابقه كما هو الحاكم في امنيته عليه الصلاه والسلام فلو انه كان يقرا ويكتب عليه الصلاه والسلام لاستنكر ان هذا موهوب وقد ذكرت كثيرا من النصوص في امنيه النبي عليه الصلاه والسلام التي ايش؟ بحث عنها احبار اليهود ايش؟ ولذلك ليش استنكر ما استنكر؟ لما قال النبي عليه السلام ونظرت الى كل الاوصاف الموجوده في التوراه وجدت واحد الا اني لم اتخلى صوت الصحيح وانه يتبعه 70,000 ولا مر مع ابن القيم لما ما وجد هذه الصفه طبعا هذه واحد متعمد لما ما وجد هذه الصفه الانسان استنكر وجد ايش نبوته ولم يعترف برسالته عليه الصلاه والسلام بس خليني اخلص الاخبار هذه ثم أقول لماذا قال كفار قريش ذلك؟ هل كان ذلك قبل البعثة أم بعدها؟ إنما كان قولهم ذلك بعد البعثة ما كان قبل البعثة كفار قريش ما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت قبل البعثة إنما قالوا ذلك له بعد البعثة للحسد والعداوة وأنا أتصور أن العدو أن يقول العدو ومن زعماء يخشون ان تذهب زعامتهم وانتهاكهم ودنياهم وجسمهم ومراكزهم اي وحملهم الحسد ابو جهل ايش قال؟ لما قال كما ذكر اهل السير كنا ابن هاشم كما سيرها وفي الاخير قال ايش حتى اذا كنا واياهم فجئوا على هذا قال بنا النبي ولا تسلموا والله لانهم فيها ها؟ هذا كلامك كلام اعداء كلام اعداء هذا كلام اعداء هو هذا وبعدين يا عزيزي لا اعتبار للجنة في عظمة الرجال لا اعتبار للكتب في عظمة الرجال كما هو مشاهد أضف إلى ذلك أن الله تعالى تعالى قطع تعلق نبيه عليه الصلاة والسلام بكل ما هو عيش ليكون الله تعالى هو المتولي كما بين ذلك في قوله جل شأنه أرمي في اليتيم فآوي ثم قولك
وأبوه لا دور له في الطريق. فالجواب عنه مفهومين. أبوه ما دور في مقتبل الشمع. إيه 18 في 20 في ما بهم السنة المنافية. والعادة الجارية أن لا يظهر الإنسان مكانه في مثل هذا السن، خاصة وإخوانه الكبار وهذا وأبوه وكذا وأعمامه متوفرين. فما يظهر له. ثم كيف يظهر لعبد الله في جيش في مثل سنه وأبوه هو سيد قومه ومنطوي تحت أبيه؟ منطوي تحت أبيه. أرجو يا أخي أن تعيد النظر يعني بعين العقل التروي ولا يأخذ به في سنه في عمل الله. أنا لك ناصح ولست يعني خصما ولست يعني أريد ليش أن لأن قول ثم استيقظوا معروف أنه من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما يوحى إليه وضعه أثناء الوحي يختلف عن وضعه قبل الوحي ويختلف عن أثناء يغط كما يغط النائم ثم سري عنه. ومن هذه الأحاديث أول هذه تفسيرها لأن ما أنت مشكلة يعني القول الثاني لها تأويلات وتأويلات وهو قول جمهور العلماء. أنا ما أفعل هذا الشيء أنا الآن أقول لا تتبنى آراء مشركين. ابن القيم له رأي غير هذا الرأي. لا لا تقول لا تجيب لي كتاب في زاد المعاد وهذا خلاص حافظ لما جاب عدة أقوال جاب القول الأول لا جاب القول الثاني وقد فرض لا ما الذي رجحه؟ رجح النمر زاد المعاد المجلد الثاني فقط 140 ارجع وشوف نعم فرض قول القيم وقد كثير وقد هم بين الروج والوحدين من أهل المعرية يعني وقول القيم قول العلم لو فينا نقول إن القضية فلان ما دام لنا سلف ولنا سلف ولنا سلف ما قال ابن القيم في المنام ابن القيم ما قال في المنام المنام اسمه يقظة لكن ايش ما قال في المنام مطلقا ابن القيم قال لا ابدا ابن شوف انت المنام غير اليقظة ابن القيم يرى انها في اليقظة وليس في المنام قال الروح فلذلك احنا اذا النقاش كان بين اليقظة والمنام وليس الكلام في اليقظة احنا الان حد مو في عرج بروحه فوقفت أن بروحه وجدت بمقنه لما قررت معاك قلت لي ليست في المسلمة ما في واحد من أئمة المتقدمين يعني جزم بأنه في المنام مستيقظ لا 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 جزم بأنه في المنام ما في واحد شخص مجزم الرسول عليه الصلاة والسلام وهل واحد إنما هم اختلفوا هل هو بروحه وجسده أم بروحه فقط أنا بروحه فقط أنا حرفا روحي المنام إنما إيه اسم الأقوال اللي هم أشاروا إليها أقوال فردية لا يعرف صاحبها. الآن السهيلي رحمه الله لما ذكر اسمه إيه وذكر لك الأقوال الأربعة جزم بالقول الأولاني وبعدين جاب لك الأقوال الأخرى وقيل 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 مين صاحبها؟ الله أعلم بصاحبها واحد من اللي كانوا في عصر وكان عصر. أما إنه في المنام أنا لا بدون جزء كذا في اليقظة ما في هذا الكلام. يعني وصلنا نحن إلى نقطة. لا تقول لي إنه ليش إنه طيب يقول إنه في الفيسبوك. لا هو نقل في الروح ما في الفكاهة. أنا أقول لك ابن القيم نقل هذا الكلام. ابن القيم قال بالروح. وليس في الملك في الملك. الروح نقل بنام أيوة. هل في روح في اليقظة؟ أي نعم. كيف إذا كان الروح تتوفى والإنسان لا هذا عكس أنا شو بقول خليها النبي عليه الصلاة والسلام لما هذه أمور أخرى خلينا في الرقبة أيوة لا بلاش منام يقظة يقظة ولا تنسى تقرر بأنها منام والأحاديث هذه لا يمكن أن يحمد واحد على منام هذه مشاحة ما مشاحة يا ابن الناس طرق باب السماء الروح عم تدخل وتطلع إحنا الآن في المنام
انت الان في الملعب عم تشوفه انت هنا يستفتحون فلا يفتحوا لهم. انت هدول كفار، هدول كفار يفتح للارواح، هدول كفار باعتبار انهم بيروح على الجنه ولا ما في الجنه، وبعدين باعتبار انه الايه اقتلوا الايه ان الذين كفروا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يحكم عليهم. طبعا لا، واحد كفار بنص الحديث الطويل حديث العباد بن ثابت الحديث يختلف فيه. لا بالنص، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ايش الحديث مش عارف الحديث مش عارف الحديث العباد بن ثابت اللي حافظينه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة البقيع الغرقى إذ جلس وأخذ عودا ينتج به في الأرض ثم قال سبحان الله إلا المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة أتته ملائكته بيض الوجوه بيض الثياب كأن وجوههم الشمس فيأتياني فيقعدان مني ومنه مد البصر. المهم الحديث طويل جدا لكن في النهاية قال ايش؟ وأما الكافر أو الفاجر يقول ايش الحديث ايش؟ بيصف معالك الروح الأحوال الروح تختلف يقول فيقبضوا يقول فتتفرق روحه في جسدي هذا الكافر فتتفرق روحه في جسدي كما يقول مش فاهم انه ايش انه فينتزعون كما ينتزع الصوف المبلول من الشطوط ثم اكملك الباب ثم يعرف النقص في تؤخذ الروح فيستفتح لها فلا يفتح ثم يقرأ فترقى كذا فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء هذا روح جسد ولا روح بس سيدي هذا الكلام في حاله الموت ما يهم هذا يقتل يعني الروح يستفتح لها ولا لا المسؤول هذا الحديث لا لا هذا موضوع مو هذا يختلف مو محل النزاع انت الان على البطل عندي هذه مكابره لو هي تطور لك قناعه من طرفين ولكن لو احنا قلنا لانه الان عندك هذه الامور انت اللي عم تسوقها انت عم تسوقها انا ما عم اسوقها طيب انت عم تسوقها انت تقول الروح لما عم تقول شق الصدر شق الصدر يقضى ولا ما لا يقضى طيب إذا شق صدره ثم رفع شق صدره ثم رفع الله كيف بيكون منام بدي أفهم بالله عليكم يا أخوان شق صدره عليه الصلاة والسلام ثم رفع إيش المانع الله إيش المانع إيش المانع أن يرفع خليك منصف الله يبارك فيك خليك منصف بلال نعم خشخشة بلال هل يلزم منها أن يكون بلال دعني الآن أنت الآن هنا أنت عم تقول لي شق صدره أنت أصلا بتقيس القضايا بتصورك الدنيا وهذا هو محل الخطأ يا قيسها بتصور الرواية يا دكتور اسمح لي وهذا محل الخطأ لأننا الآن لما نجي نحن نقول لماذا عاد الله عليه الصلاة والسلام هذه مزية ومنزلة ومكانة لأن الله سبحانه وتعالى يعني تعرف السبب الذي يذكره العلماء في هذا الباب لما راح لأهل الطائف ووصل له أهل مكة وقال الدعاء ذاك الذي دعا هذه كلها بعد لا ولذلك أفضل على أكرمهم هذه كلها بعد الإسراء لا 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 الإسراء قبل أبي طالب وخديجة بعد لا كل بعد يقول لك الرواية أكرمهم الصلاة يا شيخ أنتم عاقلين بالرواية بتصدق كلنا فقط أما حديث كتب الفقه ونقول إن الصلاة فرضت ومن أهميتها لم يفرضها الله في الأرض وإنما فرضها فوق سبع سماوات هذا الكلام ليش الكلام يا دكتور بالنسبة لوفاة طالب وخديجة فهذا ثابت أنه قبل الإسراء بعد الإسراء والمعراج العام التاسع معلش لا تقول لي لا الشيء هذا هذا الكلام موجود أشر لي بس
انا كاتب في مقاله نص صفحه. لا انا اقول لك الدليل. لا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى ابن ابي لهب فقال له ابن ابي لهب كفرت بالذي لا فتدلى فكان قاب قوسين او قلب هكذا باللفظ. يقول وكان ابو طالب حاضر فوجم منها وقال له ما اغناك عن دعوه ابن اخي. فتقول لي الاسراء والمعراج كان بعد وفاه ابي طالب هو في نص الروايه مشهوره قول مشهوره مشهوره هذا الروايه الصحيحه لا صحيحه ما اخرجها عن الآن عندنا روايات مشهورة روايات نفس ينقلها جيل عن جيل. فأنت الآن تقول إن كيف يشخصه ويأتيه وإيش ويؤخذ ويركب ثم إيش ترجع تقول لي منا لا يعنيك يا أخوان خطي يا شوية يعني هاتوا منا ما تصير هم منا ما في فقطان بعد منا هاي خالق لا هذا استيقظ يعني أول حسنية لانه هذا مخالف نفس الحديث ونفس القصة في مسند الإمام أحمد عن ابن أبي لهب. الآن ما رأى بلال وإنما سمع خشخشته. طيب رأى رميصاء بنت منحان. هل كانت رميصاء مسلمة؟ كانت أسلمت لها. لا يا رجل الآن أنا كاتب. لا يا رجل هذه كانت أسلمت في المدينة. راجع قصتها مع أسلمت في المدينة يا أخوان لأنه بدء إسلام الأنصار متى؟ قبل الإسراء والمعراج. لا مو صحيح. احنا يعني نبغى نفس تفسيرها من اولها لاخرها تقول لي مو صحيح لانه لما بدا اسلام الانصار كان ابو طالب متوفى كان ابو طالب متوفى ابدا ليش لا لانه اللي كان معه هو العم لانه كان متوفى نعم اسلام الانصار تتكلم على العام الثالث عشر من البعثه في العقبه الثالثه حتى جمعها عقبتين حتى الرميصاء ما كانت مسلمة وانت نفسك اشرت في هذه الاشاره لكن لا ابن ايش ما كانت مسلمة في المجلد الثالث بيان تماما انها كانت مسلمة قلت في احتمالين كذا وكذا هذا كل الأدلة متصلة الموضوع الإسراء لا والإسراء لا موقف إنما إيش هو عن يقرر هو عن يقرر بأن المعراج كان مناما هذا غير صحيح طيب هذا هو أمر فارس في هذا الموضوع أي نعم ويقول ما هو مفرس لا لأنه هو التبس عليه الأمر التبس عليه الأمر بين عفوا يا أستاذ التبس عليه الأمر بين من يقول كان بالروح ففهمه هو بالمنام التبس عليه الأمر طيب الروح ما هو حديث المعراج الروح لكن أنا هو حديث حديث المعراج من ستة وتسعين حديث ولا طرق لا ولا طرق حوالي 700 لو قرأت بعضها رأيت ليلة عور الأمين ما يقول مناما أبدا والحديث قد يأتي بقيمة أو فائدة أو معنى أو حقيقة رأى النجع للسجاة فإنت أخذت الحديث الأول في البخاري واعتمدت عليه كدليل أنه إيش احنا الان يعني هنلخص زي ما تقول خليها بالروح مو بالملأ ما في الملأ صاعي جدا لكن بالروح ها هل هذا يعتبر واحد طبعا لا اسمح لي هل هذا يعتبر واحد طبعا لا لان الوحي لابد ان يكون
للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حنخربط بعدين الكلام. هذه خربطة. الله لما قال إيش؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. طيب هذه أو من وراء حجاب. هذه وحيا. أو يرسل رسولا. هذه وحيا. يأتي بإذنه. هذه وحي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أنواع كيف يأتيك الوحي قال يأتيني أحيانا مثل في صلاة الجنة وهو أشد عليه. بعدين لما نجي ننظر القرآن هذا إتيان الملك وهو أشده عليه وكان يأتيني بصورة ملك بصورة رجل فيحدثني نعم لكن ما ذكر في هذا في هذه قضية المنام وإنما أخذناها من قوله تعالى ليش ما صدق الله رسوله أن روح القدس قد نفث في روعي لا هذا ما هو من ما الخالق لا 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 رؤيا الأنبياء وحي رؤيا الله ورسوله رؤيا الأنبياء وحي إيه معروف أخذناها من إيه طيب اخذناها من اياتها وجعلنا الرؤيا التي اريناك لعلنا حتى اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه كان يراها فتلمذ من اتفاق الصدق هذا ايوه هذه ارهاصات هذه ستة اشهر راى فيها رؤيا هذه ارهاصات هذه لو سلمنا هذه ارهاصات لكن الصلاة عندما فرض الله على رسوله ايوه قلت لك وما جعلنا الرؤيا هذه واستدعى وإيش وصول إبراهيم عليه السلام وفرض عليه وتردد بينه وبين موسى وإنت لكن هذا قالوا ما يمكن يكون مناظرة أنت تولد علي إشكال ولد عليك 20 الإشكالات في اليقظة أصعب منها من الإشكالات كلها يجاب عليها وكلها أيضا اللي ذكرها الدكتورة اللي صدقت الذكرى أيضا يجاب عليها لكن المهم أني هل يعني مسألة صارت المسألة يعني مسألة الصلاة لا الجدل أصبح تأكيد وبعدين إحنا ما عندنا ما ينقضه لكن يعني ما عندنا ما ينقل في الامر انه الروح كانت يعني عندنا حديث صحيح هو اعتمد ما على حديث البخاري لا عفوا يا استاذ روايه البخاري نفسها لما اخرجها الامام مسلم من نفس السند من طريق الشريف قال زاد ونقص وقدم واخر مش المانع احال على روايه سابقه لا 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 كان شريك هو ابن عبد الله بن ابي نمر عن انس فقد اعتمده البخاري في مئات الاحاديث لا مو مئات عفوا لا تقول يعني في احاديث كثيره ولذلك ان يعتبر استسقاء هم تكلم على وما يمنع قلت لك انا تكلمت عليه على هذا الحديث لكن في هذه الروايه الثقه قد يخالف من هو اوثق فيكون في هذا لذلك انه ايش انت هذه اللفظة الوحيدة ممكن تأويلها لأنه إيش ثم دنا الجبار أنا ذكرت في الكتاب هناك تدليات التدلي الموجود في الآية اللي هو اسمه التي ذكرناها ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى ثم هذا الحديث اللي موجود فيه اللي هو ثم دنا الجبار ولذلك ابن باز لما قرأ الكتاب كتب كتابا مطول على هذا الكتاب وشكر ومدري إيش وكذا وكتب إلى الإفتاء اشتروا من الكتاب 3000 نسخة ووزعوها في العالم. أي كتاب يعني؟ اسم مكانة الصحيحين. مكانة الصحيحين. لا هذه قبل الوحي هو استنكرها ابن حزم. استنكر هذه الرواية ابن حزم والجواب عليها والجواب عليها بأنه إنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الفترة الأولى قبل أن يوحى إليه يعني مثل لما كان يظهر له الملائكة ثم رأى بعد الوحي إيش؟ بعد فترة تحمل بعد فترة. الرواية طائرة. الرواية هو خلف السيرة. ويقول إنه غير مفترق. لهذا هو. على كل حال هو خلف السيرة وكتب. لا بس هو لما يقول. ويقول هو غير مفترق. هو يقول مناما. هذا تقرون يعني. يا دكتور عمر اللي خرجت قلت لي جنة حديث هذا نعم أخرجه أحمد. واحد من الفرق مسيرا مع المتلائك وقلياء في المنطقة والمسؤول عن ابن عباس بإسناد الحسن وقال السيوطي بإسناد صحيح الخطائب تذكر المنصور وقال ابن كثير إسناده صحيح ولم يكن يجوز التفسير وصححه الضياء وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وفيه تفسير الإقراء بعد المعراج وليجوز بلاد شواهد كثيرة منها معشير بن حرب وحوالي 4 فصحات
ما يخالف باطل. هذا وحشي. هو متى أسلم وحشي؟ يا دكتور بقول شواهد أتبعه. هو صحابة يروي بعضهم عن بعض. ابن عباس لم يسمع لم يقل بلفظ الجماعة وأنت أعرف بهذا الشيء إلا 10 أحاديث. لا أكثر. أنا جماعة فوق الأربعين. أنا جماعة أكثر من الأربعين. أنا جماعة أكثر من الأربعين. وين جماعة أكثر؟ قلت لك في الأصل إما مروية عن طريق الأنصار أو مروية عمن تأخرت هجرتهم، ولذلك أنت إيش في هذه الحالة؟ أنت في هذه الحالة العالم الذي يعني يريد أن يحترم قوله هو بيحترم نفسه في مثل هذه الأمور ينظر إذا كان لكل حديث مخرج خلاص هذا يحمله على محمل وهذا يحمله على محمل وانتهت القضية وانتهت القضية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى قصرا لعمر ورأى الرميصاء والرميصاء النبي عليه السلام حدثها وسأل النبي عليه السلام بلالا رضي الله تعالى عنه ما حدثها سأل بلالا لما أصبح سأل بلالا سأل بلالا لا بعدين سأل بلالا ما أرجى عمل عملته فذكر إيش اللي هو سنة الوضوء أنه إذا توضأ جسمه وآية الوضوء متى كانت؟ هل كانت في المدينة؟ في مكة؟ لا ابن إسحاق ذكر الوضوء ثاني يوم من البعثة قال فنزل جبريل وعلمهم الصلاة والوضوء والحديث المسند الإمام أحمد ومسند صحيح وصلت مع خديجة ثاني يوم يوم الثلاثاء وصليت مع خديجة عليه الصلاة والسلام. الوضوء غير الوضوء. الآيتين. ما الغير الوضوء بس. لا في وضوء. خديجة ما توضأ. لا لا محمد. الوضوء. أنت الآن في ماذا؟ فتح أشياء. له معنى. أنا فعلًا محمد. وفي الشرع عرف الوضوء الشرعي بالآية. طب اسمع الرواية عشان لأن المشكلة إنه ما في اطلاع. أنا الحين لو قرأت الرواية لأن الرواية فيها كمان أنه أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجا يعني زيادة عن تعليم الوضوء كمان علم كيف ينضح الفرج في ليل ثاني يوم من البعثة لا مو بالمعراج معلش أنا أقول لك الحين أنا بعد المعراج ما بعد المعراج من الإسحاق ده ترى النص الحديث هذه بعد المعراج معلش معلش إحنا يعني العبرة بالدليل وليس بالإيش ايه انضح مقصر احد ما انضح معلش الدكتور مثلا انضح لا تتكلموا كلام غير لا 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 يضحك لا لا تهدي ان ولا يستحي ان يكون في ادب احول لا يعني لازم يكون في ادب انا لا لا كجمال انا ارى ان في كلام جمال قلت ارى انك تتصيد ادب هو طلب الادب والشيخ أكبر أول ذلك دكتور عمر هذه مثلا يرد عليه الشيخ يعني لما يقول أول عبارة إنه فيها اطلاع ما في اطلاع ما اطلع على هذه الرواية اللي أنا أتكلم تسمع ليش يا دكتور لا يعني لست أول من أخطأ ولا آخر من أخطأ. نعم. لا
أما أقول ابن إسحاق لا يعجبك ابن إسحاق. ابن إسحاق لما لعب الزواج ما خذيه. ابن إسحاق ذكر أنه كذا كذا وفي السيرة كذا. أنا ليا ابن العربي. أنا لا أقول إنك تعتمد على ابن إسحاق. محور صحيح. هو طلبة العلم لا يحدث منها ابن إسحاق إلا إذا صرح بالتحديث. لا فيما يروي يعني. أخ زميل مو زميل يعني. أنا هم طلبة العلم. بيني وبين أكثر من 40 سنة. ورواه فلان كذا ورواه فلان كذا وبهذا يكون الحديث ضعيفا. يقول الباحث الزيادة من طريق حساب عبد الله عبد الله روح السنيد وحسن الجنود وعدان من الأثمان المطار وغير المعليم الإلهية عن حقيق عن ابن شهاد عن عروة عن سامة بن زيد عن نبي وابن الإلهية عن مدرس المستند فأما الجديد فقط حد السماع لأبن المهمي وما اختلاف بعض هذا العلم عن حديث المحديث المطار مثل هيئة الحديث وبعض المتأخذين صحيح وإذا فعن ابن الإلهية عن الشيخ المشاكل وعلى أي فقط يرى عليه دين مثل وفي بعضهم أيضا ولكنهما يقوي أحدهما الآخر إلا أن الدين لم يتجاوز به سامة وهذا لا يضر ورواته لي عند أحمد وابني عن أي بن خالد عن الدين به نحو فخرج أيضا البراقوتني ورش دين إيش؟ قلت أن الحديث ورش دين مثل فيه ضعف ولكنه يقوي أحدهما لا المسنع يعني في الدين بس هذا طريق فيه دين ومش غاقة دين من الأيض وأخرج لا طيب ماشي للاجتماع يعني هذا سند وهذا سند كلاهما ضعيف وهذا يقوي هذا الدكتور موجود الدكتور قال لك ما في شيء هو نفسه محدد يا شيخ ما يخالف وتخصص هو تخصص كله كله الدكتور هو تخصص لا لا الدكتور عمر تخصصه حديث وان شاء الله متمكن من الحديث لا يمنع ان يناقش ولا استفاد منه ولا كله لا يعني الدكتور ايدني قال ما في شيء ماشي اذا جاء الحديث من طرق وبكل طريق فيه ضعف لا ينجبر لا ينجبر يجيبه نكرة لكن إذا كان ينجبر لكن الآن مش دين مش دين إيش مش دين مش دين ضعيف بس إيش هو مش دين مو بس ضعيف يعني كذاب يعني لا ينطهي الحديث للتقوية ما يصلح للمتابعة والله هذه نظرتك مو نظرتي انا يا ابن الحلال لا لا ترجع انت لجسمك عموما لا ترجع انك روتين لا 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 انا ريحت نفسي لاني بالتقصي فما هي مشكله حتى لو هذا ما ينصهر فيه للحديث الشاهد عن عائشه واخر مثلا عن عمر
أن نسمع عن كلية السبع. وفي قسم الدراسات الإسلامية من يتكلم من المدرسين أو من أعضاء القسم مع احترامي لأساتذة ومشاجرة، لكن أقول مع احترامي هذا كله نسمع أن من المدرسين يتكلموا في العقيدة بما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، وهذا يذكره الطلاب بالتواتر، بل يذكره بعض المدرسين في الكلية، ولا يعني رأينا ولا سمعنا أن هذا ذكر عنه يعني مثلا تحقيق في الأمر أو كذا. الشيخ محمد لا يتصور من عامي أن ينتقص من مسلم أن ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا من الشيخ محمد مشهور بين طلبة العلم وبين أهل العلم واعتنائه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واعتنائه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سلامة عقيدته إن شاء الله ولا يزكي الله أحد، أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله لما أقيمت الدنيا وأبعدت على الشيخ محمد بمسألة لا تمت إلى العقيدة بسرعة، وربما أخطأ فيها ولم يبين أو يبين اللبس الذي حصل، لكن هناك مخطئ خطأ أكبر من هذا من مدرس القسم ومما ذكره بعض أعضاء القسم من الطلاب ومن المدرسين. فلما لا يعني ننتبه لهذا الأمر؟ وأشكرك على حرصك، لكن ودي أن يحرص على أمر العقيدة وأمر المنهج والاعتقاد أكثر من هذا. هو كان رئيس سابق للسجن وهو شيخنا جميعا في هذه القضية، وهو الذي يدرس العقيدة ويدرس الأديان الآن والبلد. ما سمعنا عنه إلا كل في تدريسه العقيدة وفي يعني انضباطه مع الطالبات، والله ما سمعنا عنه إلا كل خير. أولا نحن ما تكلمنا عن عقيدة الشيخ محمد. لا إحنا ما ذكرنا أسماء ولا نذكر أسماء. يعني كلنا نقول عقيدة ومع عقيدة، لكن أبدا ما جبنا سيرة العقيدة. العقيدة هذه أمرها لله، ليس منا فيها لا لي ولا لك ولا لك محمد ولا شيء. مطارد الإنسان أن يكون منا فيها لله يا أخي، ولا نتكلم فيها أنا. لأن هذا اليوم بعد 1400 سنة البلد المقدس هذه هي الدولة اللي تطبق شرع الله يتكلم بعقيدة إلا إذا صرح في شيء وخالفه. هذا هو يتكلم كلها. لا تقول أنت مين هذا الرجل، لأنه إحنا في الصدق من خلال الدكتور عمر هو الذي يشرف على هذه الامور، وان كنت انا يعني كان فتره انا رئيس وهو رئيس، لكن هو راس القسم لفتره طويله وعميق وفي كليه ويهم هذه القضيه. انا لا اعرف انه الدكتور عمر يعني يعلم ان الانسان يتكلم في العقيده بما يخالف القول الصحيح ويصبر عليه ويسكت عليه ولا ينفي عليه. القضيه هذه يعني ما فيها ولا الشغلان يعني. بعدين احنا في الجامعه تابعين لجهات عليا، والجهات العليا هذه لا الحق أن يعني تقول كلمتها. لما عندنا واحد أستاذ تكلم كلمة نافية مع الطلاب يا أمر بمنعه من التدريس، لكن في قضية أدبية في بيت شعر أستاذ آخر أسأل هذا الخدع على طول جاء في بعض فلان غير يدرس الطالبات، هذه قضية عندنا نحن أساسية لا جدال فيها، وإذا تسمع من الناس هذا كله غير كلام غير صحيح. أتينا لمن قال وماذا قال وجزاك الله خير. حقيقة يعني هذا الكلام الذي ذكره الأخ حسين كلام مع الأسف إشاع ويقال، وهو مجرد إشاع، وأنا أؤكد على أنه مجرد إشاع. نحن ندرس ولله الحمد العقيدة السلفية، والكتب التي تقرر هي الكتب التي تدرس على مستوى الجامعات الأولى كلها، كتاب شرح العقيدة الطحاوي، والذي يدرسه علماء مقتنعين بما يدرسون به. مضت فترة طويلة والذي يدرس مادة العقيدة عندنا أساس ينتبهون من الجامعة الإسلامية. تحب أسمي لك عندنا الدكتور محمد التنيري في دكتور سعود الخرف، وهؤلاء موجودون وهم يتناوبون تدريس المادة العقيدة. لما هم اعتذروا أنا الآن حتى تركت تخصصي بدأت أدرس مادة العقيدة لطلاب الكلية. أيضا عندنا في قسم الطالبات كنت أنا أول أدرس، بل ما هو في كلية التربية عندنا، كنت حتى أنا مندرب أروح أدرس العقيدة في كلية التربية التابعة للرئاسة. أنا والشيخ صالح الشيخ صالح الحين ومارست معهم أكثر من 3 سنوات
لكن في الحقيقة في الأخير لما استطعت لكثرة ما علي عندي الالتزامات اعتذرت. وعندنا الآن أستاذة تدرس مادة العقيدة متخرجة من قسم العقيدة في جامعة أم القرى. وهي تدرس منهج السلف. وأما دعوة أن الأساتذة يدرسون يقولون أشياء في العقيدة فهذا مما تشيره الألسنة مع الأسف الشديد. لكن صحح لنا هذه النظرة. ولا أقصد لهم. وإذا كان أحد إذا كتب في قضايا وحقيقة أول من جاء وتكلم في قضية من هذه القضايا الأستاذ محمد ولذلك شوف الإخوان كيف وقفوا هذا الموقف. لأنه الأستاذ محمد تكلم في قضايا نعم نحن نرى أنها تمس العقيدة. لأنه غير من النبي عليه الصلاة والسلام يمس العقيدة. كما تقول أن النبي ليس أشرف الناس نعم يمس العقيدة. لأننا نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى شرف نبيه وهو أشرف خلق الله. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم أخر لا أنا سيد ولا آدم. وكوني أجي أقول لا ليس هو من أشرف الناس. ولذلك لكن لما اتضح لنا نحن برضو لا نجد أن أخذ بحسن الظن. لما قال أنا ما قصدت هذا وإنما أردت أن أروي ما يقوله الناس. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أرى ذلك بل أنا الذي أعتقد كذا وكذا وكذا. حمدنا الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة دعوة أن الكلية التربية التربية وصلها للناس يقولون في هذا كان مو صحيح. لأن الكلية عندما تستخدم أساتذة في كل في مجال كل في تخصص. ما التخصص في أصول الفقه إذا في أصول الفقه وما يدرس عندنا وكل شيء تمنى. نحن إنه أساتذة الجامعة الإسلامية كل من عنده فرصة يجي يدرس عندنا. لكن قاعدة الشديد يعتذروا. فنضطر أن نجيب آخرين ومع ذلك أول ما نبدأ نسلم المنهج ونلزم إلزام تام بأنه عليك أن تلتزم بالمنهج. هذا منهجنا ومفتوح والحمد لله. منهج هذه الكلية مقر ومنهج هذه الكلية قدم لمستشارين وناس لهم باع طويلة في فهم عقيدة السلف ودرسوه ونوروه وأقروه. إذا كان هذه القضية حدثت أو إنسان تكلم في قضية ما بلغت الكلية أو أنه يعني أبدأ إذا انتظر في أمور قد تكون مجال لل يعني الرأي مع ذلك نحن نحرص على أنه لا يقال ولا يتردد ولا يتكلم بالكلية فيما يتعلق بقسم الدراسات الإسلامية إلا في ما يؤثر عقيدة الشرع. هذه النقطة أرجو أنها تكون واضحة وهذا ولله الحمد والمنهج الذي نحن ماشي عليه وإذا تابع عليه الإخوة منذ أن أعرف أنا منهج كلية الدراسات. وأنا يعني ما أريد أن أقصد بشيء لكن والله اضطريت أن أقولها. أنا طلب مني أكثر مما بعد أن أدخل كلية التربية. ورفضت مع أنه أنا أعتبر خسران بكلية التربية. وكان من الأهداف الأساسية ومن الأشياء اللي كان فيها اتفاق أني أبدأ بكلية التربية لهذا الفضل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم. قبل 10 سنوات عفوا تكلم أستاذ أكمل المتعاقد يكلم الشيخ عبد العزيز بن صالح الله يسعده اتصل بالدكتور منير أن يلحظ طويل عريض مع هذا الأستاذ لأنه تكلم في هذه المرحلة وهو كان مؤلف فيها كتابا قضية عقلية يعني. وبعد 7 أشهر أنا رجل سلام. سلام عليكم. لأن قضية إنه إيش إنه تسار قضايا أو كذا. والله يا شيخ هذا كلام كلاب درسوا في كلية التربية وما ينقل أيضا عن بعض الإخوة الذين لهم كتاب بأساتذة. أنا لا أتكلم عن أساتذة العقيدة. وكما ذكر الدكتور تفضل منهم من يأتي من الجامعة الإسلامية والدكتور حقيقة
نفسها درس عنده كثير من الطلاب وأثنوا عليه. خير ولا نتكلم بهذا الأمر ولا ولم يتكلموا فيه بخير. أنا أتكلم عن كثير من الأساتذة في غير مجال العقيدة، أساتذة في قسم الدراسات الإسلامية أو غير قسم، بالذات قسم الدراسات في شتى التخصصات يطرحون عليهم قضايا تتعلق بالأسماء والصفات، قضايا تخالف أهل السنة والجماعة، قضايا تؤيد الموالد، قضايا تؤيد كثيرة جدا، يعني ما هي مسألة واحدة، مسائل كثيرة. أما في قسم الدراسات الإسلامية يعني أنا لي 15 سنة في 15 سنة ما أذكر أن هذه القضية طرحت في مجلس القسم أو أشير إليها بالقريب أو بعيد. إذا كان حصل بين أستاذ وبين طالب على انفراد أو في قضية جانبية أو في غير المحاضرة العامة، لأنه أنا واحد من الناس باعتباري يعني أكبر العقبة في القسم السني، لذلك يعني يرجعون لي قسم كثيرا يسألوني في النواحي العلمية، فما أذكر أنه واحد من الطلاب أتى لعندي وسألني في هذا. أنا ما أفضل هذا الموضوع معلش تكمل الموضوع اللي ذكره حسين، هذه أنا كنت أبغى أتكلم فيها يعني في وقت آخر لكن مجالنا لم يكن المناسبة. طيب أرجو إعادة النظر في المراجع المتعلقة ب يعني قسم العقيدة من مادة الدراسات اللي هي المسألة الدراسات الإسلامية، يعني المراجع اللي مذكورة فيها بعض الكتب تؤيد المذهب الأشعري ويعني تؤكد فهذه الكتب يعني كتب المراجع اللي مادة العقيدة تحتاج إلى نظرة. وكان في المناهج النار هذه الخطة هذه الكتاب أنا أخذت الخطة من الدكتور وأنا في الحقيقة أعتمد من هذا المبدأ بأتكلم يعني. لا في هذا الكتاب كان الغرض منه في علوم الحديقة يتكلم في بابين، قضية الأولى قضية الإثبات الألوهية من أجل هذا الكتاب هو ذلك، لكن بقية الكتب كلها وهذا الكتاب معروف جنب يعني الكتاب هذا المرة في يعني الآن إعادة المراجع المراجع لما تقرر تكون مثلا المرجع الفلاني بالجزئية الفلانية من البحث من الخطط من الموضوع، يعني ما يكون الكتاب كله يكون جزئية من الكتاب. الطالب ما يرجع له، نرجع مو كتاب المقرر، مو كتاب المقرر لا 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 مو مقرر ولا السوق فيه النقص السنة لا مو مقرر مو مقرر يعني ما هو الكتاب الموجود بين الأجل إنما هي المراجع يرجع على المادة ما لها كتاب حتى الطريقة تكون مذكرة يرجع عليها لأنها مقرر إلا وله كتاب أساسي ومراجع. كتاب الأساسي هو يعني أنت ليش تخاف من الطلاب يطلع على الرأي الآخر؟ وأنا أقول لك صراحة ما يخاف إلا الضعيف، لأنه طالب جامعي يعرض عليه هذا الرأي ويعرض عليه هذا الرأي ويبين على كل حال. هذا الكلام ما مصطلح على سماحة الشيخ بن باز. طيب لا يطلع على الكلام الآخر الذي فيه خلد إلا من كان متمكن. هذا هو. حتى لا يتأثر. أما طالب جامعي الجامعة إن شاء الله يعلم حتى يكون أهل إن شاء الله. يا إخوان الحقيقة هذه جلسة مباركة في بيت الشيخ عبد الجليل فأجل الله قدره إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيعني جلسة محبة في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نقول هذا الكلام وهي بس رسالة يعني إن شاء الله تكون من الإخوة والمخلصين لفضيلة الشيخ محمد الطاطوني إنه قضية تناول موضوع نسب النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه الذي لا يماري فيه أحد، أتمنى والله من الشيخ إن يكون التناول بعيدا عن كلام الأعداء، يعني أتمنى أنه يكتب
السيرة النبوية عندما يتعرض لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه ونسبه الكريم أن لا يتعرض لمثل هذه القضايا وأن يتجنبها حتى لا تفهم بمعنى آخر ولماذا أوردها. فإيراد كلام الأعداء في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس له داعي أبدا، يعني ليس قضية علمية حتى نجاهد فيها وندرس أسانيدها ونقلب فيها وإلى آخره. فكونه يطرح في البداية أن كثيرا من الناس أو من العلماء درجوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس نسبا وأشرفهم وكذا، وأن هذا فيه نظر وتحليل، أتمنى أن العبارة لم تكن كذلك، ولكن تكون إذا أورد هذه الكلمات يؤكدها مباشرة وهو الحق، كما يعني لو أورد هذه العبارات يقول بعدها وهو الحق الذي قامت عليه الأدلة النقلية والعقلية ومنزلة النبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى ومكانته عنده وعز وجل. أتمنى من الله عز وجل أن يعرض هذا العرض حتى يثلج الصدر ويفرح الإنسان بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يشعر بأن له المكان العظيم في قلوب المسلمين، وأن لا تجعل مثل هذه الأقوال يعني دليل للمغرضين من العلمانيين والملحدين والكارهين لرسول الإسلام ولهذا الإنسان. وأتمنى أيضا كذلك عليه في قضية مثل الإسراء والمعراج أن يعني قبل أن يصدر مثل هذه الكتب ومثل هذه الاجتهادات أن يراجع يعني كثير من علماء الأمة في الشيخ بن باز الآن كابن عثيمين، خصوصا عندما يكون الرأي الحقيقة فيه انفراد وفيه شيء من الشذوذ عن آراء الجمهور. أنا حقيقة رأي جمهور العلماء رأي مقدس، يعني الناس ينظروا له بنظرة فيها إكبار، والحق في الغالب دائما يكون مع جمهور المسلمين. فينبغي الإنسان أن ينضبط بهذه يعني القواعد، والتي أرى أنها قواعد يسير عليها علماء الإسلام من السلف والخلف، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجمع القلوب على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو دعوانا الحمد لله. الله خير. الآن بس كلمة صغيرة. الآن وصلتني. والله لا أتصور إنسان عنده ذرة إيمان ويستطيع أن يستمر في قراءة سبعة كتب والكاتب مسلم. طبعا من بلاد عربية ويحمل شهادة عالية جدا، وأنه له سابقة في دراسات إسلامية وعن حق